صباح الخير من ميونخ، عاصمة بافاريا. يا ماريا، ايه الحاجات الحلوة دي الصبح وانا مبطل حلويات؟ ميونخ يا جمالك يا ميونخ، يا حلاوتك يا ميونخ، أحلى مدينة في ألمانيا يا ميونخ. أجمل شيء ألمانيا ميونخ. الصرح التاريخي، تصرح تاريخي في برجر كينج، تخيل كده صدفة برجر كينج. هلا رايح على محطة القطار الرئيسية بميونخ، شايفين قديش ضخمة، علشان احجز طريق العودة. حصلت لي مشكلة بالتيكت، بدل ما احجز النهاردة بالليل حجزت امبارح بالليل. يا ترى هيرضوا يرجعوها لي ولا يغيروها ولا راحت عليا التيكت؟ اتمنى ما تكونش راحت عليا التيكت. بس حلوه محطة ميونخ، شايفين العظمة، شايفين الكبر المحطات. المانيا يا جماعة، المانيا دي مش اي كلام، المانيا المانيا على عيني يا المانيا. ايه الحلاوة دي يا بيتزات المانيا، بيتزا بانيني. انا مبطل اكل ده، اكله ولا ماكلوش؟ اخ شادر، البيتزا بخمسة يورو بس، ولا القطعة بخمسة يورو، عليهم انا مبطلهم، كانوا ولا ما كانوش، مش قادر. اكيد القطعة باربعة يورو، لا غالي. وين عندنا في هولندا بناخد القطعة البيتزا كلها بخمسة يورو ناحية بيتي، او ثلاثة يورو او اقل. جمال ده تيكت 1468، هم لسه 1335، يعني عايزين 75 اسم. شعيش شركة خطوط ألمانيا غيرت لي التيكت، يس. دلوقتي قررت اني اروح على مكان قالوا لي لازم تزوره، اللي هو ملعب الاولمبياد اللي حصل سنة 1972. هنروح نشوف المكان وبعدين بعد كده على هولندا عدل. السنترو، هيا بنا الى مركز اولمبياد مدينة ميونخ، ونرجع بالتاريخ سنة 72 وقت ما كانت الاولمبياد هون. اوه على الجمال. طبعا انا حابب ازور هاي المكان، ليش؟ لانه مكان تاريخي. ليه؟ اولمبياد 1000، مش علشان بس هو مركز ضخم جدا زي ما انتوا شايفين، حاجة يعني مش قادر اقول هو قد ايه كبير، ولكن لاني في متحف بي ام دبليو هنا كمان، لاني المكان ده مشهور جدا، لان سنة 1972 حصلت اول عملية ارهابية تلفت العالم للقضية الفلسطينية، يوم ما جاء فلسطينيين وخطفوا فريق الاولمبيات الاسرائيلي، فكانت حادثة عالمية جدا، واخدوهم رهائن وقتلوا منهم مجموعة، وكانت النتيجة بعد كده ان اسرائيل فضلت تدور على مين اللي عمل على العملية هاي، وقتلوهم كلهم. قعدوا الفترة اللي هم يختالوا فيها اللي صمموا هاي العملية يمكن 7 سنين. المهم يعني مو هاي مشكلتنا، المهم ان هي مكان تاريخي جدا وانا حبيت اني ازوره. واو على البرج. بعد كده فيلم مشهور جدا اسمه ميونخ، من اخراج ستيفن سبيلبرغ اللي بيعمل كل افلام الخيال العلمي، وطبعا طلعوا الفلسطينيين اشرار، واليهود والاسرائيليين. طبعا ما عنديش اي مشكله مع اليهود، بس هو ده انا بحكي وقائع مش بحكي رايي الشخصي، فده اللي صاير هون. ويلكم اندر بي ام دبليو فيلت. الاغراء مثير، قدامي 5 ساعات وسافر.
اروح اشوف الملعب ولا ادخل متحف بي ام دبليو ولا ارجع على حديقه الشاي، حديقه الانجليزيه اللي حلوه جدا. يا الله. طيب كله هيتقرر حسب التكلفه، لو هي فوق العشرة يورو هقول لكم شكرا ونروح على مكان تاني. المفاجأة الكبرى، المتحف مجاني مجاني، وانا احب المجاني ده، انا اموت في المجاني ده، انا قلبي مجاني. قال لك شو عايز تشوف العربيات القديمة يا حلو، ادفع 10 يورو دخول، ولكن احدث موديلات بي ام دبليو فيك انك تشوفها مجاني. وانا بلدي طنطا واحب اعيش اوانطا، بلدي طنطا وانا احب اعيش اوانطا، لا انا مش بلدي طنطا بس هي الاغنيه بتقول كده. وهي احدث موديلات 2020 من البي ام دبليو. العربيه خلص الشحن بتاعها، وقفت تشحن عادي زي خلص شحن خلص شحن موبايلك وقفت تشحن من الشارع كمان، وقف شحن عربيتك وقفت تشحنها من الشارع، شيء تكنولوجيا الكهرباء. طبعا العربية دي تنفع في كل دول العالم ما عدا الدول العربية، لأن احنا ما عندناش كهرباء أصلا، ما عندناش كهرباء، هي ناقصة فواتير، ناقصة فواتير لما تحط لنا كمان عربية بالكهرباء، واحنا قادرين ندفع فاتورة الكهرباء أصلا ما ندفع فواتير العربية. ده حاجة غريبة، احنا عايزين نشتغل حاجة بالمية، لسه المية المية ببلاش، لسه ما خلوش المية بفلوس، عايزين عربيات تمشي بالمية. دي الحاجة الوحيدة اللي ممكن تنتشر فيها عندنا، عشان المية لسه ببلاش، لسه ما خلوش عليها مصاري. يمكن لو خلوا عليها مصاري عايزين مية هوا ببلاش، تعالوا امنعوا بقى عننا الهوا في الدول، امنعوا عننا الهوا، خلونا نموت أحسن، خلونا نموت أحسن في العربيات الخرافية دي. ايه الجمال ده، عربياتك يا بي ام دبليو. تصور دي بقى المشكلة، انك انت تيجي مكان زي ده لوحدك ما تلاقيش حد يصورك. ويا ترى كيف هي سيارة البي ام دبليو من الداخل؟ حلاوة يا حلاوة يا حلاوة، كبير جدا جدا جدا. طبعا مش هنشوف العربيات القديمة، ولكن هنشوف العربيات الجديدة بتاعت موتوسيكلاتها، ممكن تتصور وانت قاعد عليه. Make life a ride، اجعل الحياة رحلة قيادة. هوبا، حلو قوي. جوه مركبة ستار تريك مثلا، انتربرايز، مركبة لو حد بيشوف مسلسل ستار تريك في مركبة اسمها انتربرايز، انا حاسس ان انا ماشي جواها دلوقتي، وهم عاملينها تصميم كأنها جوه المركبة، مش عارف، مركبة فضاء. دور مع الحركات، بس اسوق العربية دي، اوصلك ازاي، بس اوصلك ازاي من هناك. يمكن ايه الموتوسيكل ده، شايفين في شغل قد ايه، ده ايه ده، ده ايه الحركات دي، ده في حاجات كده، ده حتى العجله فيها شغل. اوبا اوبا، كل حته فيها حركات. تمنها كام دي يا ترى على كل الحركات اللي فيها دي؟ ما اعرفش، بس انا اعرفه ان انا مش ممكن اسوق موتوسيكل، ولما ممكن اسوق عربيه يعني انا غاوي اتعب نفسي، الهواء يطرق في وشي والشمس فوق راسك بدل ما تقعد في عربيه مكيفه والمطر فوق راسك والتلج فوق راسك. لا يا عم، لا يا عمي، بس حلو قوي. حين على الملعب الاولمبي، بعد ما خلصنا المتحف تقريبا قعد فيه ساعه الا ربع او قريب من الساعه، والله رايحين على الملعب الاولمبي، وان شاء الله نطلع فوق البرج اللي هناك ده الكبير قوي ده. اقول فعلا هل الاولمبيات شيء مجزي للدوله؟ طبعا شيء مجزي،
طبعا. ليش؟ الأولمبياد حصلت 72 والحد دلوقتي من 30-40 سنة المكان بقى مزار سياحي ومكان للمؤتمرات والمعارض، والدولة عم تستفيد من الحاجات اللي بنتها أيام الأولمبياد. فالاستاد اللي احنا هنشوفه دلوقتي ده مثلا اتعمل فاشلة الأولمبياد وقتها سنة 72 خلص قبل الأولمبياد، فطبعا شيء مجزي عمل أولمبياد في بلد. شيء جميل جدا. ولا نشوف البرج، لازم اختار حاجة من الاثنين، مفيش وقت. برج ولا استاد؟ قرر معايا، عايز تشوف الاستاد ولا تشوف ميونخ من فوق؟ بسرعة قرر قرر. يا الامر الذي فيه تستفتون. طريق لي بعيد للبرج فبالاتجاه الى الملعب وان شاء الله يكون فاتح. هنا اخر كيك كنت اتوقعه انه يصير حديقة العاب. بيقولوا بالليل هنا المكان جميل جدا وزحمة وعالم، لكن للأسف دلوقتي فاضي لحظي، عشان انا بحب الزحمة دايما الاقي كل شيء فاضي عكس الدنيا كلها. كون ودونا معكم، عندكم كانن سي لايف هون، ودونا معكم. طلع البرج الكبير ده بنشوف ميونخ من فوق. اشتريت عصايه دلوقتي اقدر اصور نفسي وانا ماشي. راح فين؟ أين أنت أيها البرج؟ إني آتٍ إليك، سأقتحم البرج، سأقتحم أيها البرج. أهو أهو أهو، يلا جاي لك يا برج. بين إلى البرج. ألو. Thank you. إلى البرج. نظر من فوق. على فكرة هون ولاية بافاريا كمان مش فيها كل الحاجات دي، لا كمان فيها مدينة أفلام، مدينة أفلام. عايز ايه البتاع ده؟ طلعنا يا معلم. ميتين واحد، 184 متر، وداني تسدد، وداني تسدد، طلعناها في 5 ثواني. تكنولوجيا ألمانية بقى، نقول ايه. يا لهوي فين يا لجمالك يا ميونخ، اخ يا ميونخ يا ميونخ. اشوف مدينة ميونخ من فوق. نا 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 نا. وادي القصر اللي كان المفروض نروحه وما رحتوش. تعرف انا هصوره من تحت احسن جوه الازاز، لان هنا العواميد دي مضايقاني، بس يلا اخدنا فكره. ننزل بقى ناخد صوره من الازاز. ده لسه في فوق كمان. وهي مدينه ميونخ. جدا من اجمل مدن المانيا، بس انا زعلت اني ما رحتش مجمع مجمع الملكي اللي هناك ده. شايفين ازاي متقسمين مجموعه بيوت هنا ومجموعه بيوت هنا، يعني جمال على الارض وفوق الارض. وهناك في بيوت ازاز، وهنا مساحات خضراء للجولف مثلا، جميله كده. بقى ناخد لكم لفه كامله في مدينة ميونخ.
استمتعوا بجمال مدينة ميونخ. يا ميونخ يا ميونخ، شو هاد؟ مجمع مباني جميل جدا، يا بخت اللي عايش فيه. ميونخ الجميلة. فين الاستاد يا جماعة؟ الاستاد تحت هناك، ما شفتوش؟ لا ناخد له صورة لما بننزل تحت. ميونخ. مين متحف بس لفرق الروك اللي جت تزور المكان ده؟ متحف للفرق اللي جت تزور المكان ده، واهمها ميتاليكا. اي فريق ميتاليكا كله قاعد هنا، والبي جيز، كل الحاجات الحلوه بتاعت السبعينات دي. يلا. ما كانوش على ايامي طبعا، ما اعرفش مين دول، بس حبيت اصورهم. من حفلة ميتاليكا، فريق ميتاليكا مشهور كان هنا تحت في الاستاد سنة 2015. تصوير من الحفلة بتاعتها، حاجة جامدة قوي. رحلتنا تكون خلصت بميونخ ولا لسه؟ لا لسه، هنروح حديقة الحديقة الإنجليزية. لازم أروح، بقالي ساعتين والوقت أزل.